بسم الله، اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكين، وعيد الفطر ان شاء الله قريب، وبغينا نكسي وليداتنا محل. ليليس الغني عن التعريف، اليوم ان شاء الله جبنا لكم الجديد، وكل نهار كيجي الجديد عند ليليس. محل ليليس من بين اكبر المحلات موزعين ملابس الاطفال بالتقسيط وبالجمله. الناس ديال التقسيط كيتقداو هنايا، والناس ديال الجمله من الجمله الاولى، يعني الفوق غندير لكم ان شاء الله جوله بالنسبه للناس اللي مدخلين هكا حويجات ديال الصغير وبغاو يزيدوا ان شاء الله يتقداو من عند ليليس. مرحبا والف مرحبا. توقيت ديال رمضان دابا تيحلوا ان شاء الله من 9 الصباح حتى الخمسة د العشية، وتيحلوا راه الفطور من 9 حتى ل 12 ديال الليل. دابا التوصيل ان شاء الله كاين غير في الجملة، كيكون شوية ديال الضغط، الناس اللي قرابين يعني حتى في النواحي كازا يجيو مرحبا بهم الف مرحبا. شنقول لكم اليوم شحال من موديل، كثيرين بزاف ان شاء الله، غنحاول نبين لكم واحد التشكيلات والشي الاخر ان شاء الله، تجيو نتوما وتكتشفوه. كاين حتى الوليدات والبنيتات، ولكن الرقم واحد عند ليليس يعني كيكون فاش تختاروا هما البنيتات. نبداو ان شاء الله على بركه الله، ولكن قبل ما نبدا نعطيكم ان شاء الله اللوكاليزاسيون. راه باين المحل ليليس فين كيتواجد، في مدينه الدار البيضاء سونتر ديال كازا، يعني كنقولوا المدينه هنايا مارشي سونترال راه معروف مدينه الدار البيضاء. كاين طرام، الناس اللي غتجي في الطرام ما عندهاش فين تتلف، غادي تهبط في محطه ديال السوق المركزي ولا مارشي سونترال. ها نتوما هنا لوطي اللي كان رابح، حنا دابا اون فاس معاه، وكاينه صيدليه السوق المركزي. ها الصيدليه هنا ملي تيدوز الطرام، الباب الكبير ديال المارشي راه بقى ملي كيدوز الطرام، حنا جينا من الدار يعني اون فاس مع لوطي. تنظن راه باين مدينه الدار البيضاء شارع محمد الخامس، اون فاس مع صيدليه السوق المركزي، والسوق المركزي والطرام حتى هو محطه السوق المركزي، والمحل ليليس هو هذا. نبداو ان شاء الله على بركه الله كيف العاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا على النبي وحنا باركنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركه. لاباس عليك؟ بخير، امورك مزيان؟ مرحبا بك، مرحبا بالمتابعين ديال القناه. الله يحفظك، الله يبارك فيك، طولي عمرك. فيديو خاص بالمتابعين ديال القناه، غادي نحاول الموديلات الجداد اللي دخلوا حاليا اللي كاينين في المحل، غادي نحاولوا نديروا فيديو ان شاء الله ما يكونش طويل بزاف، غير هكا تقول غير نقولوا صافي نبينوا ان شاء الله يعني اكثر عدد على الحويجات اللي كاينين، باش حتى الناس اللي خارج كازا بغاو يجيو في الويكاند يتقداو لوليداتهم، تاهما ياخذوا فكره شنو كاين والمقاصات. بزاف ديال الناس كانوا وقع لنا واحد جات واحد النزله ديال اداره الجمارك، كانوا جاوا المحل هنا دوزوا تقريبا شي 15 يوم، المحل بقى مسدود حيت بزاف الناس كيسولوا. جاوا المحل كيصعب لهم صافي سدينا في خطره، ولكن المحل راه باقي محلول حاليا، دابا راه الخدمه بدات، وما كان الهدف ديالهم كيجيو كيقلبوا على لي مارك يعني هذاك الشيء اللي كاين يعني الحمد لله حاجه اجراءات قانونيه عاديه. خوم غير هو استغرق واحد المده اللي طويله شويه، حيت تبارك الله المحل ديالي صرا بين اكبر المحلات الموزعين الملابس الاطفال، يعني يلاه يلاه يكملوا الخدمه ديالهم. المهم هو احنا استأنفنا رجعنا، راه تفتتح المحل قلت اثنين ان شاء الله اللي كان غادي يكون في الاول ديال رمضان، ديال رمضان ما كتبش، وهما حليتو النهار الاثنين، نهار الثلاثة اللي فات اللي حلو. يلاه كتاب اليوم جيت نصور لكم ان شاء الله، الله يسخر ويجيب التيسير. نبداو على بركه الله. بعاد بغينا نقول لكم سمحوا لينا شي حاجه خارجه على الاراده ديال المحل. حيت اصلا هما كان ممنوع علينا اصلا نخليو اي واحد يدخل المحل يدخل اللي كان يعني راه حنايا بغينا مثلا نديو شي حاجه لعائلنا راه ما غاديش نديو، ما يمكنش. ولكن كان المحل ديال سيدي معروف كان مفتوح، هما دابا الاغلبيه كيجي في الطريق كيجي لهنايا المحل اللي شوف فين يختار. يلا اللهم يسر ونبداو ان شاء الله. ان شاء الله باول موديل اللي هو الانسومبل هذا، ما شاء الله دائما لا فينيسيون. شوفوا ليا ها انتم الخدمه دوبلور القويميجا الكول بحال هذا الشكل هكا. شوفوا الشوميز كيفاش مخدومه، كتجي بالصايه هكا بهاد الشبيكه هذه ما شاء الله، والتحت دائما تبت الخيط. يعني هذه هي السلعه ديال ليليس، نعطيكم على غير فكره بالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوا. وتبارك الله جيت تلاقيت مع بزاف ديال المتابعات، قالوا لي تعطلتي حنا جينا قبل ما تصوري. اللهم يسر. هذا موديل شي حاجه اللي زوين، هذا العدد ديالو راه العدد يعني موجودين لي طاي ديالو كاملين، فيه الوان تاهو مختلفه، الوانات بزاف كاين في هذا اللون هذا، يعني كتختلف غير الصايه والشميزه، عاوتاني كاين الشميزه ديالو بيضاء بيضاء في الابيض كيمشي، كاين عاوتاني هذا اللون هذا
البيض بالباشا. بالباشا هو زوين. كاين عاوتاني هذا مارو بالصايع عاوتاني. حتى هو كيجي خطير في اللبسه حتى هو. كاين عاوتاني هذا بالجاكيطه كحله. قميجه كحله بالصايع. غوز. حتى هو كيجي زوين في اللبسه. وكاين عاوتاني هذا. هادو لي طايلين فيهم من 4 سنين حتى 14 عام. بالنسبه للجاكيط راه بجوجهم التوب ديال الفودان والصايرة بين التوب ديالي يعني. المقاسات من المقاسات فيها من 4 سنين حتى 14 عام. ودائما من الكليان ديال المحل راهم عارفين القضيه ديال الخصم ديال 10% ما يحتاجوش كاع نقولوا لهم ولا فيديو. ان شاء الله مرحبا بكم. ولكن ضروري الكارت فيدال ولا بلاش دابا؟ دابا حاليا سالات لينا يعني اللي جا دابا راه غادي دابا اللي جا يتقدى عنده خصم ديال 10%. ان شاء الله من هنا لواحد اليومين غادي تكون هي مزيانه ليه مزيانه ليه ان شاء الله. نشوفوا الانسومبل الثاني هذا كيجي طروا بالصاك ديالها ولاجيب ديالو هذا راه حطيناه تقريبا شي يومين دابا ولكن بقى واحد الاقبال كبير تبارك الله. الكليان عجبهم بزاف بحكم انه كيجي بلبسه واعر واعر وحتى السيل ديالو بحال قلتي ديال اللعيب. هذا كاين اللي كيزيدو عاوتاني الجاكيطة هكا كاين اللي كيدي صوت كيس هكا كيزيدو الجاكيطة هكا كيجي خطير في اللبسة وليطاي ديالو فيه حتى هو ليطاي اللي وافين بزاف اللي كيبدا من 4 سنين حتى 14 عام. و الثمن ديالو ثمن جد مناسب فيه لون واحد ما فيهش الالوان. بالنسبة للأونسومبل هكا كيبقى ب 250 درهم توب كيس هكا والجاكيطة 160 درهم 160 درهم. الأونسومبل ما كناش الثمن الثمن ديالو هذا كيبقى ب 315 درهم 315 درهم. كاين عاوتاني كسيوة ديال البيبي كسيوة هادو زيادة نديرو الصغير والكبير نبداو ندخلو فيه الصغير. هادي البيتة صغيرة 12 يعني عام 6 شهور عام دو بياس كتجي واعرة 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 في اللبسة كتجي زوينة حتى هي دائما السنسلة هنايا كتجي مكونة مكتبقاش باينة وساهله في اللبسه. بالنسبه الى بغاو يلبسوها البنيات كتكون ساهله في اللبسه دغيا كتطلع زائد الجاكيط ديالها هكا شي حاجه اللي زوينه. والتوب ديالها راه ماشي شي توب اللي سخون بزاف يعني دومي سيزون يعني ديال هذا الفصل هذا. والثمن ديالها حتى هي ثمن جد مناسب كتبقى ب 200 درهم 200 درهم غيتسخر. شوف لي هاد اللبسه هادي طروا بياس حتى هي صايا بالقوميجه هكا بهذا الكول بليست خاص. شوفوا الستيل ديالها هادي دابا راه غير نصنا حنا كامل درنا الصاك درنا الصاك بوحدو والقميجة بوحدو يعني هادي اللبسة كتل اللبسة كتلاصقة هاكا وتقدر عاود تزيد هاد الجاكيطة من الفوق هاكا كتجي تاهي زوينة كتعطي واحد المنظر واعر سي ستيل اللي زوين. القميجة فيها هاد الكول هذا هابط طويل بحال ما هاكا بهاد ليزيستخاص هنايا والجيبة ديالها كاملة طبيقات هكا بالتوب ديال المبطرح حتى هي لي طاي ديالها حتى هي فيها من 4 سنين حتى 14 عام ودائما لي طاي اللي كيكونوا وافين. وبالنسبه للشميزه راه فيها الالوان والجاكيط فيها الالوان الصايع حتى هي فيها الالوان. انا نحاول نوريك اللوينات ديالها كاع نمشيو نشوفوهم. هادو هما اللوينات اللي في الصايا اللوينات ديال الصايا كاين فيها الفيولي كاين هاد الكري هذا كاين هاد الغوز اللي بغى ينسقها كلبيسات هالكري كيمشيو معاهم بزاف. كاين بحال دابا هادي دير لها الشميزه كحال هكا في النوار اييه هي كطلع شويه ناقصه كطلع ناقصه شحال كتمشي قلنا الصايا 100 120 والقميجه 120. بالنسبه للخصم كتبقى ب 216 درهم يعني شي حاجه مزيان 216 درهم. والشميز اللي وريناهم في الماركه ها هي كيفاش كتجي كيجي الكل هكا وتشوفها حتى هي توب كريب صديفات فيها الباج فيها الموف وفيها الغوز 120 تبارك الله. راه شوفوا راه ما يمكنش نصور لكم اليوم كل شيء. اللبسه هذه اللي كتجي حتى هي طروا بياس ها انتم راه حيت باقي شويه البرد يعني ملي كل حال دافي كتلبس هاد لا شوميز بالصايا هذا لولا خيط كتجي واعره واعره بحال الخيط هذا جاي شبيه ديال لولا 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 الخيط هذا وهادو هادو الطرزات راه فيه ها هما زائد الشوميز زي التيل هذا في يدينا هكا قميجه تاهي راه نفس الثوب نفس الماتيغ ديال الصايا راه كاين هنايا في الشميزه تاهي. وتجيلي دائما تجيلي فيلور كتجي لبسه خطيره لي طاي فيها من 3 سنين حتى 12 عام وفيها لوين واحد شي حاجه اللي زوين. الله يسلمك. هذه بزاف الناس شكروها كانت في الاول في واحد اللون كنتي صورتيها في الفيديو اللي فات دابا فات هذا اللون جات زوينه هذا اللون هذا الغوز هذا
هذا هو اللون اللي شفتي تلاقيت نتي ديك النهار. اييه صورتي هذا اللون هذا، هذا راه ما بقاش عندنا سيد سهل، بقاو في تقريبا شي جوج كاسات ولا ثلاثه. هذا زوين، هذا زوين، هو زوين راه نفس المقاسات، فيه من 3 سنين حتى ل 12 عام. كاين هذا الموديل هذا حتى هو كيجي هكا بالجيلي، هانتوما صايا بليسي هكا. هاد التقشرات هادو كيجيو هكا في الجديد دائما، في التقشرات راه فيهم الالوان. هاد الانسومبل فيه الوان، الانسومبل فيه لون واحد اللي هو هاد الباج هذا بالمارون، فيه حتى هو كيمشي مع الجيل الفيرور هكا في النوار. صايا التيول هكا دائما فيها جوج طبيقات هنا بهاد التيول هذا باش كتجي من فوقها، زائد الدوبلور ديالها من التحت، ولي طاي ديالها حتى هي كبدت ليك من 3 سنين حتى ل 12 عام، والثمن ديال لي زونسومبل كامل الثمن واحد، يعني كاملين 320 كيبقى 288. الله يسخر. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا دي بياس صايا مع السويت ديالها، واعرة، فيها جوج لونات حتى هي، فيها هذا اللون هذا وفيها لون اخر عاوتاني، فيها هذا اللون هذا، هذا اللون هذا بالكارو صايا كارو. كاين عاوتاني هذا تا هو نوار، كيجي واعر هذا تا هو، الا درنا ليها التقشيره هذه النوار كيجي معها خطير، بودي مبرا هكا مع الصايا كارو، والتقشيره في النوار حتى هو، لي طاي ديالهم كاملين فيهم من 3 سنين حتى ل 12 عام. وكاين عاوتاني هذا الغوز هذا راه فيه من العام حتى ل 12 عام، يعني من العام حتى ل 12 عام، من الخلوق حتى ل 12 عام كامل، فيه لون واحد، والثمن ديالو ثمن جد مناسب، يعني الناس اللي عندهم لي كارت راه غادي يجي غيكون عندهم ثمن خاص، يعني كلشي خاص 10% 120 220 207 درهم. هذا الموديل هذا كيجي حتى هو هكا، اي شوميز سروال، هانتوما الستيل ديالو كيفاش كيجي، ها هو الموديل ديال البنيات الكبار هذا، شي حاجه واعره. شوفي السريول ديالو، السريول بعد الصيف هذا، هنا هذا التوب ميلانو، داك التوب ديال السريول اللي كنقولوا عليه كيتواج، هو هذا التوب ديالو، كيتيري هو التوب ديالو، زاد الشوميزه ديالها حتى هي، لي طاي ديالو راه فيه من 4 سنين حتى 14 عام، وفيه الوان واعرين، كاين هذا الطابع هذا، كاين هذا الخضرمانت، كاين هذا الفيولي هذا حتى هو واعر خطير، وكاين فيه النواغ حتى هو لوين زوين. الكحل دائما كيجي مالك في اللبسه، وكاين واحد اللون اخر هذا اللون اللي هو زوين، والمقاسات المقاسات فيه من 4 سنين حتى 14 عام، من 4 سنين حتى 14 عام. هذا مع البنيتات الضعافات، وحتى البنيتات اللي كتكون هكا عندها شويه الكريشه، هذه غادي تغطي. شو الستيل ديالها كيفاش جا، هذا اللون جا زوين، شوفوا هذا الستيل هذا كي جات، لوين واعر، لوين خطير، ولي طاي كيف قلت لك من 4 سنين حتى 14 عام، والثمن ثمن جد مناسب. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا كسيوالي، كسيوالي الله دخلات غير هما فيها جوج لوينات، وفيها جوج زواقات، فيها بالاسبرو رقيق هكا، وفيها الاسبرو كبير اللي كتجي كلها هكا شبيكه مغلفه من هنا، ديما الدوبلور كما كتشوفوا، وحتى التوب اللي تيديروا لتحت كيكون ديال الخيط، هانتوما خطير خطير، موديل واعر، زائد الدوبلور ديالو دائما قطن 100%، وشي حاجه اللي زوين، شوفي الدوبلور ديالو من الداخل، كيسير الدوبلور، شارطي كيفاش داير، زائد اللوينات ديالو حتى هما اللوينات اللي واعرين، اللوينات اللي زوينين بزاف كيجيو في اللبسه انيقه. هاد الزيتي هذا، الزيتي خطير، هذا زوين، هذا الاسبرو هذا كبير كبار. كبير هذا فيه الاسبرو رقيق، هما بجوج راه حتى هذا فيه الاسبرو رقيق، يعني بجوجهم فيهم بحال بحال، وكاين داك السيال. وكاين هاد البلوسي عاوتاني هدف في ستيل اخر، توب اخر هانتوما، دائما خصم 10% 10% للمتابعين ديالنا حتى 12 عام. وندوزو للموديل هذا تا هو واعر، هذا موديل عجبني، هذا يقدر يجيو الناس بزاف يبغيو، ولكن مابقاش فيه، مابقاش فيه بزاف، وعلاش لبستي ما فيهش بزاف؟ شوف هذا الستيل ديالو شفتو، كيجي هكا بالجاكيت، يعني كتجي طروا بياس، في لافيز ديالو بهاد الديزاين، هاد الطرز هنايا بحال هكا باش كتجي واحد الكارناج لي زوين. الشوميزه ديالها كريب ديال الخيط، التوب ديال الصايا حتى هي هذيك الكريب بليسي، زائد الدوبلور ديالها من الجهد، لي باش راه عندنا فيهم تا هما، راه عندنا فيهم شي 11 زواقه، وفيهم الابيض والكحل، لي طاي فيها من 3 سنين حتى ل 12 عام، والثمن تا هي راه بحال كاع الثمن ديال لي زونسومبل عندنا في المحل. ونسى الناس راه غاديين، المهم اغلبيه ديال الكليان راه عارفين الاثمنه ديالنا كيفاش دايره، اثمنه جد مناسبه. وندوزو للكسيوة، الكسيوة اللي كتجي هذه شوفوا في فازي في اللبسه، كتجي مجموعه
زائد جاكيت ديالها ديال الكوير. هاد الكسيوه هادي راه ما فيهاش السلسله من اللور، يعني كتلبس عادي ديريكت. حيت الثوبه كيتيره كتاخذ لاطاي ديال البنيشه، يعني كتجي مجموعه مع البنيه. كسيوه بالمونش هكا شحال الكول ديالها راه كيتيره، زائد الجويبات ديال السكاي هنا، الكامرا السكاي هنا على حسب الجاكيت السكاي. شي حاجه اللي زوينه اللي طايب فيها من العامين حتى 14 عام، حتى 14 العام دائما الثمن اللي في التيكي كتنقص عليه ان شاء الله 10% للمتابعين ديالنا. هذه التشكيله الاولى ان شاء الله، ونشوفوا اكبر عدد ممكن من الموديلات. تبارك الله ما شاء الله، راه كاين اكثر من 1000 موديل، وتخيلوا معايا اكثر من 1000 موديل. شوفوا لي هذه 3 بياس، ودائما الثمن اللي غتلقاه ان شاء الله في التيكي ها انتوما غادي تكون فيه 10% خصم. الثوب ديالها زوين تلخيط من الداخل هذا، ودائما الدوبلور. شوف عطيني هذه فيها الالوان، التيول تاعي لا فيها لون واحد، هذه فيها الغوص اللي طايفه من 3 سنين حتى ل 12 عام. حتى ل 12 عام التقشيره في الباج كتجي معاها خطيره، هذه احسن من يعني البيسه بحال هكاك، زائد التقشيره في الباج يعني راه كتجي واعره واعره بزاف. وبالنسبه للموديلات راه كاينين مصورين عندنا في الباج ديال انستغرام اللي باغي يشوفهم مزيان، انستغرام كاين الباج ديال فيسبوك انستغرام، كاين هذا الموديل، كاين هذا الموديل هذا واعر، هذا الثمن ديالو جد مناسب اللي طايفين من 3 سنين حتى ل 12 عام حتى هو، وفيه لون واحد. وبالنسبه للمحليات هو اللي غتلقاي فيه مثلا اي موديل اللي غيجي مع البنيته ديالك، مع البنيه لما جاش هذا الموديل جا هذا الموديل. كاين البنيات اللي ما كيجيش معاهم الصايه كيبغيو السروال، السروال والعكس السروال. كاين البنيه اللي عاوتاني العكس كتبغي الصايه. هذا موديل خطير حتى هو، فيه الشيميز والجيبه ديالو والجاكيت سكاي ديال فهاد اللوين هذا ذهبي، كتجي خطيره حتى هي في اللبسه، فيها لون واحد ولي طاي ديالها حتى هي فيها من 3 سنين حتى ل 12 عام. كاين عاوتاني هذا اللوين حتى هو خطير. انتوما الثمن لي زونسومبل كامل الثمن واحد كنديرو ليه زائد الخصم ديال 320. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا جيبا بهذا الضفيره هذه هنا، كاين هذا عاوتاني هذه الكارنا هذه، ها هو هنايا باش يبان ليهم في الشوميز. شوف تبارك الله، ولي طايح حتى هي من 3 سنين حتى ل 12 عام، حتى ل 12 عام. كاين عاوتاني موديل ديال البيبي تصور فياس، شفتي هذا هذا تروط بياس ديال البيبي، البنيات اللي كيبدا العمر ديالهم من العام اللي فيه البودي الجيلي ديالو فيرو زياده حتى هما يلبسوا، زائد الصايه ديالو هانتوما والخصم ديال 10%. شي حاجه اللي زوينه، ودائما راه كاين بزاف الموديلات بالنسبه للبيبي. كاين هادو اللي لبسوا هنايا بالالوان ديالو، تبارك الله كاين بزاف الموديلات. هذا تروط بياس ديال البيبي، هادو كيجيو حتى هما على بالبودي يعني ماشي بالشيميزه، كيجيو خطير انت ما لبستش حاجه اللي واعره. ديري بالطبيعه الجاكيت ديالو باهي بالدوبلور، هذا كيبدا العمر ديالو من العام حتى لخمس سنين، من العام حتى لخمس سنين، زائد الصايه ديالو هكا فلوري كتجي هي زوينه في اللبسه، اللوينات ديالها حتى هي فيها الكريف فيها البروز وفيها الخز ديالها. انت هادو زوينين، شوفوا شوف خيط ديالهم، شوف بهاد الشبيكة هادي هنا نتوما هادو 180 فيها اللوان، هادي تاهي الزيادات هادو كلهم الزيادة تاهوما، تهليتو فيهم هاد المرة في الزيادة. ما ضيعناهم بزاف صراحة الوقت، دابا تهلينا فيهم. كاين كسيوات هكا بالبوليرو باللوينة تاهوما، موديلات اللي واعرين بزاف. هاد الشبيكة هادي ديال الرضا، زائد هاد الفيرلا هادي هنا لي طاي ديالها حتى هي فيها من 3 سنين حتى ل 12 عام، وفيها الألوان. كاين فيها هاد البوليرو غوز بسوا كريا، كاين عاوتاني هاد الخضرا مهنت هدا بالبوليرو في البيض، تا هو كيجي واعر في اللبسة تا هو. وكاين عاوتاني كسيوات بالساك، عاوتاني شي حاجة اللي واعرة الساك ديال المبرا بحال ما عرفتش، المبرا كابليس خاص هادو 250، هادو فيهم 4 اللون. هذا موديل خطير، هذا حطيناه المرة الأولى بواحد التويب آخر، ولقى واحد الإقبال كبير بالنسبة للكليان، بزاف عجبهم وحاولنا نخدمهم بهاد اللوينات هادو. كاين فيها الخضر، كاين فيها الزرق هكا، هادشي حتى كيتلبس عاد كيبان، حتى كيتلبس عاد كيبان، راهي في المانكا تما. شتي دابا ملبوسة كيبانت، شوفو متلبسات مع هاد الشبيكة عاد بانت، مزوزة ما عطاتش، عاد اش بانت تبارك الله. وبالصاك ديالها هادي، حتى النوار ديالها هادي بالصاك ديالها 250، فيها حتى الأسود.
المقاصات دائما من 4 من 4 حتى 14 عام حتى 14 عام كاين عاوتاني بهذا الشكل. هذا حتى هو موديل خاص الصاك حتى هو بالصاك يعني راه كاين لو شو يعني ملي كتلبس راه كتبان هاد الشبيكه. ها انتم علاش كنمشوا الحاجه اللي واعره واعره بزاف. كاين عاوتاني موديل هذاك اللي شفنا هو الغوز ديالو الغوز بالسكر شفنا بداك الكري ها هو في الغوز. تجي المرة الأخيرة مرة صورته على الفيديو وبانت في واحد السيوة قلت لي إمتى غتجي؟ هادي؟ إيه اللي كانت ملبوسة في البيرو واعرة ولكن هادي راها خطيئة ما ملبوساش هادي. لا ملبوساش عرفتي هادي خصها تلبس باش تبان كما شفتها أنا. ما فيهاش طاير في المونك ما فيهاش طاير ديال المونك هادي فيها 3 سنين 4 سنين 5 سنين. ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين. عرفتي هادي وشتها البنات في المانكا واعرة حيت كلها كاتول يعني هكا لديدات كيبانو وداكشي والثمن ديالها هي شو 82 وعاد من فوق من فوق بزاف ومازال غيكونوا فيها لوناج اخرين غيكونوا ولي طاي لي طاي دابا هادي 3 4 5 غيكونوا لي طاي اخرين ان شاء الله اخرين غيكون ان شاء الله حتى 12 عام غيكونوا فيها ان شاء الله. هذه اصلا بالاخر هذه اصلا ما بغيتي ثاني هذيك سيوه بوحدها كتمشي سامبل هكا سيوه بلومونج لي طاي ديالها هي فيها من 3 سنين حتى ل 12 عام والثمن جد مناسب. بزاف ديال الناس غادي يشوفوا الفيديو انا ما كرهتهم تيجيو للمحل يجيو باش يشوفوا ودائما راه كاين الجد يعني يوميا كتدخل السلعه يوميا كيكونوا موديلات جداد لي زونسومبل سموكسيوات المهم يوميا كيكون الجديد. ما عرفتش باش نداو لكم عاوتاني شوف عاوتاني هذا الموديل هذا تا هو فيه ثلاثه لوينات. هذه كسيوه كتجي مجموعه كسيوه خطيره فيها الحمار فيها البلونكاسي وفيها البيج وفيها حتى النواغ حتى في اربعة لوينات لوينات اللي واعرين الثمن ديالها ربع لي طاي ديالها فيها من 4 سنين حتى 14 عام. كاين هذا الموديل هذا ولكن ما بقاش غير كيجي هكا الجاكيت ديالو بنفس الثوب ديال السروال زائد سريع وهذا الشيء تيطير ما تيبقاش حتى هذا هذا مابقاش فيه بزاف هذا سبعة طايات ولا ما عرفتش ما بقاش بزاف ما نوريوهش شنو اللي كاين بزاف نمشيو لهنا. كاين هاد الموديل هذا فيه العدد هذا موديل اونسومبل 3 بياس وبالبيرية وبالبيرية ديالو كيجي خطير زائد البودي من الداخل كي فيه واحد الطبعة اللي كتماشى مع اللون ديال الاونسومبل هذا راه فيه 4 لونات فيه هاد الأحمر فيه هاد الأبيض هذا اللي بحال وفيه الكري وفيه البلوسيا يعني فيه 4 لونات دائما البيرية والجاكيت البودي يعني 4 بياس والثمن ديالو حتى هو ثمن جد مناسب. شوفوا هذا هذا موديل غير جمعناه هنا يعني ما كيتباعش من دعوت ثاني الصايب واحد السوق اخر الصايب فيها من 4 سنين حتى 14 عام حتى هي الصايب كيمشيو بوحدهم 120 120 درهم الجيلي والشوميز ساي الشوميز ديالي هذه في هذا في الرياق حنا كنقولوا كاين هذا الانسومبل حتى هو كاين هذا حتى هو كاين هادو دموزونا كاين هاد السيل هذا دو بياس هذا تريكو والصايه ديالو شي حاجه اللي زوينه تا هو هذا تا هو اللي طاي فيه من 3 سنين حتى 12 عام. كاين عاوتاني هاد الكسيوه هادي كسيوه الكوكياج فيها لون واحد اللي طاي ديالها حتى هي من 3 سنين حتى 12 عام وفيها لون واحد حتى هي كتجي شوفوا بالنسبه للناس اللي يجيبوا وليدات تقيسوا لبسوا لوليداتكم واخا تهزي الموديل لبسيه لا باش يبان لك باش يبان يعني راه كتشد تشوف الموديل هكا راه ما كيجيكش زوين خصو يتلبس باش يبان اي حاجه واخا ما تعجبكش غير لبسيها لبنتك حيت اللبس هو اللي تيعطي هذا. وهادو كاع موديلات اللي كيجيو هكا 3 بياس ديال 320 شو هادو عندهم بزاف د الموديلات فاش تختاروا. ها انتم باقي السيوات كاين عاوتاني هذا بروبليم تاع التيس الموديل الجديد كاين الجاكيت ديالو حتى الشوميزه بيضاء وصايه تي تجي زوينه شوفوا هادي انتما قميجته بزوين الجاكيت كلشي هكا شفتوا نفس الثمن دائما 3 بياس كتمشي ب 320 ثمن واحد. بالنسبه لواحد السروال شهر اللي كنا خدمنا فيه في ذكرى مولد النبا ولقى واحد الاقبال كبير وسال علينا دابا حاليا راه كاين في المحل وكاينين فيه لوينات جداد عاوتاني كاين فيه 130 وشي حاجه اللي واعره السروال هذا التلوينه ديالو ياك التلوينه ديالو هادي السوم والبيج لبسه شفناها من البوصه عاوتاني هاد السروال هادي ديال الرايضه حتى هي كسيوه خطيره حتى هي بهاد الجاكيت فلوري هكا وكسيوه ديال الشبكه
شفتي حتى زوينه اللي طايفه من 4 سنين حتى 14 عام حتى هي وفيها لون واحد ما فيهاش الالوان. لا والله 72 كاين القطيفه في هذا الستيل هذا دسخان شويه، كاين هذا الشكل هذا، كاين السخون كاين البارد كاين هادو هاد الكسيوات، هادو كسيوات ولا قوام كسيوات هادو 22 ها كاينه ديالو خطير بالسريوي ديالو حتى هو كيجي واعر في اللبسه حتى هو فيه من 4 سنين حتى 14 عام حتى هو ولي طاي اللي فيه لي طاي لي وافي يعني كيجي اوفر هاد السويت هذا والسروال بابطيلي حتى هو راه كيجي شويه كيجيش لاصق لي طاي فيه من 4 سنين حتى 14 عام هو اللي كنقولوا عليه حنا السروال اللي كيتوارد راه المره دخل وبشكلات جداد كل هاد التشكيله ديال الجديد اللي جا في السروال البنوتات يعني بهاد الصديفات وهكا وبهاد هذا السروال اللي كيتوارد بدون موديلات اخرين نفس الثوب غير هادو عاوتاني موديلات اخرين الشار اللي بحال هكا فيه الطاطيلي فوق بزاف الشارلي ودرتو حتى هذا هذا هو حتى هو في البيض جي زوين زوين في السروال 130 اللي بغات تاخذ بحال ما هكا سروال وتاخذ قويميجا ولا بيل هنا ما بقاتش مغاره علي بابا هذيك المغاره اللي كنت صورت لكم ديك المره اشنو وقع ليها مشى داكشي شطبات شطبات داكشي اللي بقى فيه تقريبا بقات شي حاجه قليله ما الله قلنا اللهم استغفر الله تعزلات يعني بقات غير داكشي اللي تعزل صعيب يتباع ديك الساعه هذا اللي كاين ان شاء الله من مورا العواشر عاوتاني غادي تكون فيه ان شاء الله ان شاء الله تكون فيه الساعه ديال الصيف ان شاء الله كنقلب على شي موديل هذا حتى هو شوفوا قوي ميجا هكا بالصايه دائما هكا بياسه الصايه ولا بوحدها والسروال والقميجات كيمشيو 120 120 هذا موديل سولد هذا راه 320 ولكن غنديروا ليه دابا 250 درهم 250 درهم سولد هذا سولد هذا 250 زائد الخصم راه فيه من 3 سنين حتى 12 عام هذه شوما اللوينات خصنا نوريو حتى الولاد زك حمزه زكريا هانتوما شوفوا دابا بحال هادو هكا قوي ميجا وبالصايه ديالها 200 درهم هادو هكا لبسات للصيف هادو سريولات عاوتاني ايه التيشيرت ديالهم شحال هادوك 180 درهم يعني من 180 شوفوا حتى هاد الانسومبل هذا انا كيعجبوني هاد الستيلات هذا الستيلات ما هكا نشوفوا هذا هذا الشورت بالشيميزه ديالو ها هو 200 درهم شوفوا هذا كيعجبني انا هاد الستيل كيعجبو غير اللوينات اللوينات وحتى الستيل هذا حتى البنوتات الضعيفه ولا البنوتات اللي شويه عدا الكريشه كتجي زوينه 200 درهم وكاين بزاف في كاين هادو هكا خيط 170 كاين حتى هادي بيل بهذا ديالها المهم كلشي يشري شوفوا اللي عندها تشري واللي ما عندهاش مهم تفرحوا وليداتكم مهم وليداتني يلبسوا نهار العيد شي حاجه جديده بحالهم بحال وليدات كاملين كنعرفوا دابا الوقت شويه الله يحسن العون نتوما بحال دابا هنا تاخدي قميجه هكا 120 وتناسقيها مع صايه ولا مع سروال 120 كتطلع لك اللبسه شوف هادي حتى هي زوينه ثوب لولا 200 درهم كتجي قوميجه هكا بالدونتيل انا كيعجبني هاد الستيل ما عرفتش هذا هو الستيل اللي كنت كنلبس لبنتي ملي كانت صغيره مع كانت هي شويه كانت هكا شويه قصيره وعامره هادو هما الستيلات اللي كنت كناخذ ليها شوفوا نتوما هادو حتى هما 200 كاين هادو 170 هكا الكسيوات هادو كلهم تيمشيو 100 شوف لكم هادو يعني كاين فاش تختاروا انا بدي نشوف دابا هنايا السيدات كتاخذ هكا بياسه من هنا وبياسه من هنا كتناسقها كطلع ليها شويه رخيصه واللي بغات تاخذ البنت هكا اونصومبل كامل راه كيجي مزيان شوف السيلات هانتو هادي 130 درهم لبسه شوفوا كسيوات 120 درهم حمزه مشى خلاني مهم ما تمشيش بلاش هادي ما عرفت واش حمزه حمزه دراري جاوبوني واش هادي كامله ولا كل حاجه بوحدها هادي دابا هادي كامله هادي كامله اونصومبل 180
180. اه هذه اونصومبل 180 وزوينه. فين مشيتي حمزه؟ هانتوما هذه سروال وبشوميز ديالها فنه 180. هذه هانتوما دابا هنا هذا 150 درهم الصايه. اي ب 150 بالي حتى هنا واحد الاونصومبل 130 هادو ياك 130 درهم. هو هذا لا هو هذاك. اه هما هادو ها هما ها هي لبسه ب 130 درهم. اه ثبت الخيط قوي مي جاب السروال ديالها 130 درهم. العيد كلشي يستافد، اللي عندها تلبس وليداتها واللي ما عندهاش كذلك. فيه التلوينه هادو ما معاهمش، هذا بوحدو. كاين فيه البلوسيال، كاين فيه الغوز، كاين فيه البياض، كاين فيه بزاف اللونات، كاين فيه الباج، كاين فيه هذا الخضر هذا حتى هو البيض ديالو ها الزرق، يعني فيه لونات بزاف. فيه باش هكا اللبسات للصيف حتى اللي ماشي للعيد تاخديهم هكا مبردين للصيف. كاين قوامج ها نتوما بحال هاد لا توريني قلب باش نشوف باش بالك البيض صح. هاي شوف الميز ديالها شاد تبارك الله. هانتوما مع هذه حتى هي شفتوا حتى هي زوينه ستيلها. هذه بالفيل حتى هي ها هي صايه بهذه 180 درهم ياك 180 درهم. ها هي 180 هنا تبارك الله كاين لو شو كاين حتى الثمن زوين. حتى هنا الثمن زوين يعني اونصومبل 130 درهم باش تستافدوا. هنا السر شحال كيمشيو هادو؟ كاين 80 درهم، كاين 80 كاين 90 درهم. هانتوما حتى هنا كيف ما قلت لكم تاخدي هكا سروال وتناسقيه مع شي حاجه هنا بيل ولا قويميجه باش كتستافدي ان شاء الله. وباقي تبارك الله الخير بحال هاد الكسيوات هادو بهاد البرودري هذا. ها هي كسيوه ب 150 ثمن زوين. نمشي نشوف لكم الاولاد باش ما تقلقوش عليا حتى هما شنو نقدروا ناخذوا ليهم مع دليليس. الوليدات المهم ما كاينش بزاف فاش تختاروا. المهم السروال كاين، السروال موجود، السروال كاين. السروال كيجي واعر في اللبسه غير قلت السروال تردي ليها تسويجات راه كيجي خطير في اللبسه. كاين عاوتاني هاد اللبسه هادي الجاكيت والبودي والسروال الكبار هكا. كاين عاوتاني هادي فيها غلط كولور. واحد كاين عاوتاني هادي كنديرو لها واحد السروال في الخضرمانت هذا هو. كتجي حتى هي زوينه في اللبسه حتى هي. كتجي خطيره. وكاين عاوتاني واحد الموديل كاين هكا قوميجات. كاين هذا طرواب بياس فيه الجاكيطه والبودي والسروال. وكيقلب هنا السروال راه كاين متوفر. هذا طرواب بياس هذا بالبودي والسروال ديالو والجاكيط كيجي وفيه جوج الوليدات قلب باش يشوفوه مزيان. هانتوما راه فيه جوج لوينات حتى الوليدات حتى هما يلبسوا. كيجي خطير في اللبسه. فيه هذا اللون هذا وفي هذا اللون هذا كيمشي مع سروال كحل عاوتاني كيجي حتى هو خطير. كاين اللي كيبغي مع سروال بارا وكاين اللي بغي مع سروال لاطول عادي سلي. هما كيختاروا السروال اللي يجي معاهم حتى هو اللي طايح فيه من 4 سنين حتى 14 عام. كاين واحد القميجه قبيله ملبوسه جات زوينه هاد البيضه مع الجين. هادي حتى هي سروال الجين كتجي بواحد 170. كاينين حتى هادو هكا في الغوز. كاينين الجاكيت الدراري ما كاينش بزاف فاش تختار في البنات ديما كنكونوا خدامين حتى كنلقاو راسنا كنخيطوا غير في البنات. يلا كنبداو نوجدوا شي حاجه ديال الاولاد حتى كنلقاو راسنا عاوتاني باش نرجعوا للبنات. هذا هو الاشكال اللي كيوقع علينا ديما. نطلعوا الفوق ندير لكم واحد الجوله مع كاينين الناس. انا كنحاول نهرب من الناس باش ما نشدهمش. ندير واحد الجوله حتى في الجمله. الكساوي راه ما صورناش كلشي تجيو نتوما ان شاء الله وتشوفوا. وكل نهار كيدخل الجديد، كل نهار كيجي الجديد، يعني كل نهار كيدخلوا موديلات جداد. طلعوا الفوق ان شاء الله البلاصه ديال الجمله. ها نتوما هنا التقسيط وهنا الناس تاع الجمله ان شاء الله. بسم الله هنا الجمله وهنا موديلات اخرين ما شفناهمش لتحت. هادي ما شفناهاش في هذا اللون لتحت. شفنا غير داك بحال الماغون بحال كان فوز بيبي هكا. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يتقداو الجمله، الجمله عندنا حنايا كتبدا من خمسه البياسات كيكونوا في الموديل واحد. الفيديو اللي فات كنا قلنا لهم خمسه البياسات
جاو الناس سالفي كيصحاب لهم يجيو يختاروا اخر خمسة بياسات من كل بياسة من كل موديل. غتحسب لهم ثمن الجملة خمسة البياسات خاصهم يكونوا موديل واحد يعني السيري هكا بالك هي كتكون هكا فخمسة البياسات موديل واحد كتحسب الجملة يعني اللي بغيتي انت ماشي ضروري تكون واحد الكونتيتي اللي كبيرة بزاف تقدر تبدا غير من خمسة البياسات موديل واحد راه كنبيعهم لك بثمن الجملة. كاين هنايا كل موديل والسيريات ديالو يعني هنايا الخدمه كنبداو كنبيعو بالسيريات يعني ما كنبيعوش سلعه مخلطه بزاف بحال هكا كيكونوا لي طاي اللي مختلفين بحال دابا هذا كتكون فيه 3 5 7 9 12 يعني لي طاي من صغير حتى الكبير عاوتاني ما كنبيعوش الجمله غير لي طاي الكبار بوحدهم اولا لي طاي الصغار بوحدهم كيكون ثلاثه وهذا هو اللي كاين دائما راه السلعه موجوده بالعدد الكبير الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير ان شاء الله ليا في الناس الجمله اليوم ثمن زوين هذا ما شفناش لتحت هذا راه كاين لتحت وحنا ما شفناش ها هو تبارك الله كيجي عقلتي الموديل اللي صورنا ديك المره هنا هذاك ديال الجيليكو هذاك مشى مشى برققنا ليهم كاين حتى هذا الستيل هذا هنا البلاصه ديال الجمله المهم اللي بغى يبان يبقى اللي ما بغاش يبان يضرب الدوره حتى هاد الكسوه هادي حتى هي حتى هاد الكسوه ما شفناهاش لتحت شفتوا هي باقي ما حكيناهاش ياك كتطبقوا الجمله هي الاولى لا كوب ديالها زوينه 14 عام ومن النار راه كتدخل فواحد الصيف يعني ما فيهاش السلسله شي بحال الكسوه لا زوينه غير الصيف هنا والشكل ديالها شكل دو لي سيزون ماشي شي كسيو لي سيزون ولا ماشي عمليه وما هي البلاصه ديال الجمله الاولى ها هو الوليدات اللي شفنا لتحت ها هو ملبوس كيجا نتوما هذه هي الجمله هذا ماشي لبسه غير كيتناسقوا لا هذا اونسومبل اونسومبل كيمشي كامل وبالنسبه للجمله راه كاين الارسال لجميع المدن في المغرب الارسال راه كاين بالنسبه للتقسيط اللي حابسين شويه الارسال بحكم انه كاين حيت خاص المقاسات خاص المقاسات وصراحه لاحظنا شحال هاد اللبسه زوينه هاد اللبسه زوينه هذيك واعره واعره شفت الخيط هادي وهكا بتجين لبسه زوينه هادي شوفوا هادي حتى هي شي داك السروال بعدا ملي تلبس عاد باين قولي راه معلق ما باينش شتو اللبسه كي جات ان شاء الله شي ميزه ديري شفنا لتحت هي بنت هي بالسروال كي بانت تجي واعر واعر الصايات كاين بزاف في الموديلات هنا وراه داكشي اللي كتشوفوا اليوم راه تجي غدا تلقى حاجه اخرى او ثاني يعني راه ماشي السلعه دائما كتلقى نفسها هي نفس السلعه كتقول جديد هنا كيصوروا تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر غنختموا نيت هنايا كان فيديو خفيف ظريف غير باش نعرفوكم بان محلي اللي صرا حالين حلو بعد ديك اللجنه اللي كانت دازت هنايا راهم حالين ان شاء الله كاين التوصيل في الجمله جو مرحبا بكم تيحلوا من 9 ل 5 ومن 9 ل 12 الليل و 9 ل 12 الليل هانتوما شوفوا هذه الكتوه شحال فنه هذه واعره برك كتبقي لهم بحال ديك النار عاوتاني كتجي واحد جوج واحد السيده قالت لي راه واحد اللبسه كانت جبداتها لطيفه ما عرفتش فين المهم قلت لها ما توريهاش وكذا وهذه المهم انا كنبغى دابا شاد عرفتوا الكاميرا عنده وانا عيني كيدور كنقلب شنو نوريكم بزاف الفيديو راه كيبقاو عاقلين عليها الله يسخر الكسيوه هذه حتى هي راه كسيوه واعره فيها البوليرو ديالها حتى هي فيها الجاكيطه ديال الفودان في المارو يعني كتجي لبسه خطيره ولي طاي ديالها فيها من 3 سنين حتى ل 12 اللي نصحوا به دابا الناس اللي الناس اللي هكا كتكون في الدار ما خداماش من الاحسن تجي قبل من الويكاند جوست السيمانه وتخلي الناس عاوتاني اللي كيكونوا خدامين يستافدوا باش ما يكونش داك الزحام وتنتي تجي وجي في الصباح اللي مسالي اكثر يجي في الصباح شويه بكري ياك كل ما الناس جاو قبل الزحام مزيانه يعني اللي كيبقى يتعطل حتى الاخر حتى كيقرب العيد راه كتكون شويه ما كيبقاوش لي طاي ما كيبقاوش الموديلات اكيد اكيد الزحام عاوتاني كاين اللي ما كيتحملش الزحام الله يجيب الرزق كاين اللي كيتجي مع مول الدار تا هو كيبغي داك السوق ما عندوش الوقت سيرفي سيرفي
مازال الا جا دابا راه كيلقى كيلقى القضيه شويه مرخفه شويه صبار معها الله يجيب الرزق وتيسير دابا الاخر الشهر ان شاء الله مع رمضان الناس مزيره ومقصحه نتمنوا التيسير للجميع. المهم بعدا وريناهم منين كسين الوليدات وبلا ما يبقاو يدوروا هذا هو المهم. الجمله والتخصيط ومرحبا بجميع المتابعين ديال القناه وما تنساوش تبارطاجيو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش كلشي يستافد من هاد العروض اللي كنديروا حاليا ودائما راه على طول العام حنا معاكم. هذا العام هذا طولنا تعطلنا ما لحناش ليكم الفيديو بحكم انه عاودنا كانت واحد اللجنه هذا هو اللي كاين وراه الموديلات عند ليليس موديلات اللي كيتصنعوا دائما في البلاد يعني راه ما كايناش ماشي مستورد البلد 100% بلاد صنع محلي لا مارك ديالنا يعني كلشي ديالنا حنايا ما كايناش شي حاجه اللي كنجيبو على برا سوى الثوب الثوب راه كنجيبو على من على برا ولكن كيجي بطريقه قانونيه ماشي هذا هو اللي كاين. يلا في امان الله وبصحة فطوركم والفيديو جاي ان شاء الله. سلامة.